السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة بتاع سمك زينة، إزايكم؟ بما إننا في فترة تشغيل السخان لحوض السمك، فحبيت أعمل لكم الفيديو ده وأشرح لكم فيه أنواع السخانات ومعاد التشغيل والغلق بتاعها والطريقة الصحيحة للاستخدام. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، أتمنى منكم دعم القناة والاشتراك لنستمر وليصل كل جديد عن أسماك الزينة. نبدأ أولا بالأنواع المتاحة في الأسواق المصرية والعربية، وأول نوع وأشهر نوع هو سخان الـ RS، وده من وجهة نظري الشخصية وعن تجربة ليا ولأكتر من صديق. الـ RS أسوأ نوع سخان لأحواض أسماك الزينة، والأغلب من الهواة وخاصة المبتدئين بيشتروه عشان سعره رخيص. هتلاقي الإزاز بتاعه ضعيف وبيتعرض للكسر بسرعة، وكمان الترموستات بتاعته بتبوظ بسرعة، وكل دي مشاكل بتعرضنا وبتعرض الأسماك بتاعتنا لخطر الصعق الكهربائي أو ارتفاع الحرارة أو انخفاضها، واللي بيؤدي في النهاية لموت الأسماك. فرجاء من كل هاوي عدم التعامل مع الماركة دي وخاصة في السخانات. وإن كان محمد حلمي، وطبعا ده تاجر أسماك زينة غني عن التعريف في مصر، اتكلم مع شركة RS لاستيراد أنواع ذات جودة عالية من السخان الـ RS، وبالفعل ده تم. بس انا للامانه ما جربتش الانواع الجديده اللي هو جابها، وما اعرفش مدى الكفاءه بتاعتها. ودلوقتي بقى اقول لكم على افضل الانواع اللي ممكن نشتريها، وغير الانواع اللي هقول لكم عليها دي ما تشتريش، وخاصه لو سعره قليل من 40 جنيه ل 100 جنيه، ده بالنسبه للي في مصر، وقيس على كده في اي دوله عربيه. وهنتكلم عن السخانات الممتازه اللي عمرها طويل وغالبا ما بتسببش مشاكل في الحوض، وهنبدأ من الأقل في السعر للأعلى. وهنبدأ بأول سخان عندنا هو سخان البريها، وده من السخانات المحترمة اللي لسه نازلة الأسواق من قريب، وسعره جيد نسبيا، وهتلاقيه في الغالب عند حازم حامد في فيصل، وهسيب لكم رابط الصفحة بتاعته في الوصف أسفل الفيديو. تاني سخان عندنا وهو الدوفين، ودي أعلى في السعر شوية، بس برضو ماركة ممتازة وتستحق الشراء، وده هتلاقيه عند سمايل فيش، وبرضه هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله. تالت نوع واشهر نوع سخان محترم وسعره جيد هو الهيتو، ده كان السخان الشعبي الاول، وشعبي دي مش معناها انه رديء او سيء، لا بالعكس، سخان جودته عالية وفي نفس الوقت سعره مناسب، بس للأسف بعد ارتفاع الاسعار بقى صعب اقتناؤه لاغلب الهواة، وهتلاقيه عند اغلب تجار اسماك الزينة. الانواع اللي جاية دي بقى غالية جدا، بس هي رقم واحد في العالم، سخان التترا والسيرا والرينا، ودول صعب تلاقيهم في السوق المصري. في بعض الماركات التانية الغالية برضو اللي بدأ بعض التجار يجيبوها، بس اسمائها مش معروفة، اغلبها صيني درجة اولى. كده يبقى اعتبر اتكلمنا عن كل انواع السخانات المتاحة في السوق المصري والعربي. قبل بس ما نكمل الفيديو ونتعرف على مواعيد التشغيل والاستخدام الصحيح بالنسبة لمصر، لو انت عاوز سخان من السخانات المحترمة ومش لاقيه في السوق او لاقيه وغالي عليك، ممكن تعمل بوست على الجروبات بتاعة اسماك الزينة وتطلب السخان اللي عاوزه مستعمل بسعر مناسب، هتلاقي ناس كتير عندها حاجات زيادة عن حاجته. والطريقة التانية تبعت للأستاذ علي بيرم، وده من أفضل الناس اللي بتتعامل مع ملحقات أحواض أسماك الزينة المستعملة، بيعمل لها صيانة وبيبقى عنده حاجات برضو ممتازة وحالتها جيدة، هتلاقي عنده نوادر وبأسعار معقولة جدا. هسيب لك رابط صفحته في الوصف أسفل الفيديو، ولو عندك أي معدة أو أي جهاز عندك في الحواض أسماك الزينة في مشكلة، هو يقدر يصلحه لك بإذن الله. نيجي بقى لمواعيد تشغيل السخان. انا انصح ان السخان تبدأ تشغيله بداية من شهر اكتوبر اللي هو شهر 10، وتقفله نص شهر 6. واما تقفل السخان ما تشيلوش من الحوض، خليه في الحوض زي ما هو. اما بالنسبة بقى لطريقة وضع السخان في الحوض، لو السخان من الماركات الغالية جدا زي التترا او السيرا او الرينا، بتحط السخان كله في الحوض زي الصورة كده،
في أحد الجوانب أو في نص الحوض، وإحنا طبعا بنفضل في نص الحوض عشان توزيع الحرارة يبقى أفضل. أما لو السخان من الأنواع التانية متوسطة زي اللي قلناها قبل كده الهيتو أو غيره، فبتحط السخان في أحد الجوانب وبتغمره في المية ما عدا الجزء الأسود اللي فوق، عشان ده أضعف مكان ممكن مع الوقت اللحام اللي فيه يفك ويسرب مية جوه السخان. كده الفيديو بتاعنا انتهى، أتمنى أكون وصلت لكم معلومة مفيدة، وأي استفسار سيبلي تعليق أسفل الفيديو وهرد عليك أسرع وقت ممكن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.